ونحن نترقب الساعات الأخيرة لإعلان انتهاء داعش على الأرض السورية وانتهاء المراحل الظلامية التي بدأت من استهداف الأرض السورية بمختلف مناطقها من قوى ظلامية، قوى إرهابية حاولت على مدى مراحل وفترات طويلة أن تقضي على إرادة الشعب السوري بأن تحكمها بقوة قاهرة، بقوة إرهابية تقضي على إرادة الشعب السوري. وأيضا نظرتنا إلى أول حملة انتصارية للقوات السورية ضد الحملات الإرهابية بانتصارها في مدينة كوباني وإرجاعها إلى أهلها، وأيضا كما تلت انتصاراتها في مدينة منبج وتلتها الطبقة والرقة ودير الزور، ونحن بفضل قوات سوريا الديمقراطية التي هي قوات سورية بمختلف مكوناتها وأطيافها تحاول وأيضا حاولت جاهدا وأثبتت تواجدها وقوتها بأن تحافظ على الأرض السورية ضد القوى الإرهابية. طبعا باعتبار أن الجماعات الإرهابية المسلحة كانت هي أساسا من أسس إطالة عمر الأزمة السورية التي لم تبدأ من 2011، إنما للأزمة السورية جذور ثقافية اجتماعية اقتصادية تلتها بأن تتحول إلى انفجار لهذه الأزمة في عام 2011، وأيضا شكلت الأرضية لدخول الجماعات المسلحة الإرهابية في هذه المناطق. كان الأولى بالشعب السوري ومختلف القوى السياسية بأن تأخذ دورها منذ البداية بالنهوض بالوعي السياسي والتنظيمي لدى الشعب حتى لا يكون أرضية لتثبيت أركان القوى الإرهابية. فالأحزاب السياسية دورها أيضا اجتثاث هذا الإرهاب بداية بشكله الاجتماعي، لأن لا يتحول الإرهاب إلى ثقافة لدى الشعوب. فدورنا كحزب سوريا المستقبل بأن نتخلص من ثقافة الإرهاب لدى الشعب في المنطقة، بأن نعمق أسر وأطر التواصل الاجتماعي وإرجاع روح المحبة والألفة ما بين أطياف الشعب السوري على الصعيد الاجتماعي. وأيضا هذه الانتصارات التي حققتها قوات سوريا الديمقراطية بأن أنهت تواجد داعش الدولة الإسلامية التي كانت تنوي التوسع والزياد نفوذه في المنطقة وسيطرته على الشعب السوري، أن نحول هذه الانتصارات على الصعيد السياسي والدبلوماسي بأن نتواصل مع كافة القوى السياسية، لأن إنهاء الأزمة السورية بشكله الحالي لن ينتهي إلا بطرح مشروع سياسي ينهي الأزمة السورية ويتوصل إلى أسس بناء لمستقبل سوريا بما يليق بكرامة الشعب السوري، وأيضا تمتين هذا أو ترسيخ المشروع السياسي بالتواصل دبلوماسيا مع القوى المجتمع الدولي للتأكيد على دعم تأسيس المشروع السياسي لإنهاء الأزمة السورية. نحن كحزب سوريا المستقبل أعضاء وقيادة نقدر ونثمن عاليا التضحيات التي قام بها الشعب السوري بمختلف مكوناته القومية والدينية في مواجهة كافة أنواع الأزمات التي يعانيها أو يتعرض لها الشعب السوري، ووفاء لدماء الشهداء الذين ساروا في درب الحرية وأرجعوا كرامة الشعب السوري بأن يكون لهم إرادتهم الخاصة كشعب سوري كمجتمع متماسك، وفاء لهم سنمضي في مسيرة بناء مستقبل سوريا بما يليق بخصوصية الشعب السوري ويمثل تطلعات الشعب السوري لبناء مجتمعه الحر. طبعا قبل التحرير وبعد التحرير، بعد أن نبارك للشعب السوري بالتحرير الكامل من قوات داعش، مبدأ حزب سوريا المستقبل هو مبدأ الحوار مع كافة الجهات التي لها علاقة بالشأن السوري. لإنهاء الأزمة السورية يجب أن نتحاور بأن نخرج بمشروع سياسي مبني على حوار السوري السوري، نؤكد عليه بأن المشروع السياسي لإنهاء الأزمة السورية يجب أن يكون بيد السوريين بتلاقي كافة القوى السياسية الوطنية الديمقراطية لطرح مشروعهم لمستقبل سوريا.